غرفتي مفتوحه. كابتن شلون احنا؟ قلت لهم من ينتهي الموسم ان شاء الله نتكلم، الفريق ان شاء الله يعود الى وضعه الطبيعي ويكون من الفرق المقدمه. يعني انا اقول لك ابسط شيء، الثاني ابسط شيء يعني ايش اقول لهم انا بالموضوع، رغم الدوري لحد الان بعد 39 نقطه وبكثير من الامور، رغم عندي علامه استفهام، علامه استفهام وهي ليس شك، لكنه اتوقع انه ممكن يصير تلاعب بالدوري بصوره غير مباشره. يعني الان احنا عندنا فرق راح تكون في منطقه امنه، بس على تصريحك راح يفتح النار كاب، خلي يفتح النار، انا ما سئت الواحد. اكو فرق راح تتواجد في منطقه امنه، صارت هذه هاي العمل اللي راح تشكيها صارت اصلا في دوريات اخرى في مواسم اخرى. يعني مثلا اني في منطقه امنه، ممكن تكون عندي ضائقه ماليه، ممكن اسرح بعض اللاعبين، ممكن اطلع هناك الفريق هذا الان اللي يلعب في كامل قواه مع فريق، خلينا نقول مع فريق الجوية، حتى ما اريد مو الزوراء، من يجي مع الزوراء هو بوضع مسترخي مرتاح نفسيا ومطلع بعض اللاعبين ومؤمن انه ما يهبط، هل راح تكون المباراه نفس هذه المباراه؟ لا هنا انا اخاف من هذا الجانب. والجانب الاخر اللي اتمنى على لجنه المسابقه تخلي في نظر الاعتبار الفرق المتنافسه على الدوري لحد الان ما انحسم الدوري، اتمنى تلعب في وقت واحد. اها اي اتمنى يعني حتى تبتعد عن كل الشبهات، عن شبهات التحكيم، عن شبهات الفرق، ممكن هذا يقول لك باع مباراه، هذا سوى، صارت مباراه شكيت بيها بالدوري هذا؟ لا ما شك، لا ما شك لحد الان ما عندي، بس انا اتكلم من خلال تجربه، هالخبره يعني سابقه، لان انا فريقي هسه مطمئن ما يهبط ولا ياخذ الدوري. صحيح. ايش راح يسوي؟ لا هم اصلا اكو بعض الادارات ما عندها فلوس، تبي تقعد مع المحترف ممكن تقول له هذا نص العقد روح، بعض اللاعبين ممكن ما عندهم فلوس وهكذا. فقصدي اللي اتمناه طبعا انه حتى تتشكل لجنه انه تتابع الفرق، تتابع اداء الفرق هنا كيف وهنا كيف. زين هنا شلون اضمن انا فريق ضامن بقائي بالدوري؟ ما اريد العب بكل قوتي، خلاص انا ضمن، شلون راح اضمن واجبر هذا الفريق ان ما تقدر تجبره؟ ما تقدر، ما تقدر، بس هو انا اشك بي يعني هذا وحده من الامور اللي تعتبر مثل التلاعب وهذا يحاسب عليه بره.